يعطيكم العافية. اليوم راح نرسم إن شاء الله لوحة بعنوان قمر أيلول. زي ما أنتم شايفين راح نبلش بالتخطيط. التخطيط مرحلة مهمة جدا برسم أي لوحة بدي أرسمها. يفضل أنه ما أبلش من جزء وأترك جزء ثاني، لازم أبلش تخطيطها كاملة حتى ما يطلع معي أجزاء مفقودة باللوحة، أو أنه أتفاجأ بنهاية اللوحة في أشياء أو في مجسمات موجودة باللوحة الورقة اللي قاعد أرسم عليها مساحتها تكون أصغر من مساحة اللوحة اللي بدي أرسمها. فالأفضل أنه أقسمها كاملة. في أنواع للتخطيط، ممكن أنه أقسمها لأجزاء أو لو مربعات، أو ممكن أنه أربط الأحداث والتفاصيل مع بعضها. كيف راح أربطها؟ راح تلاحظوا معي بالفيديو، راح أربط الجبلين مقابلين بعض، راح أربط كمان الشجرتين مع بعض، أربط النهر مع الفانوس، نهاية الطاولة مع الفانوس. هاي الطريقة الأسهل والأفضل للرسم الحر، أو حتى أنه أتمكن من الرسم الحر لابد من أنه أربط أحداث أو أربط تفاصيل أي مجسم أو أي لوحة بدي أنقلها أو أرسمها. فزي ما أنتم شايفين حاليا أنا ربطت الأحداث، الفانوس مع الطاولة، الشجرتين مع بعض، الجبلين مع بعض، هيك طلعت معي المقاسات 100%. طبعا انا راح استخدم قلم الفحم بالرسم. بالتخطيط استخدمت قلم الرصاص بداية حتى ارجع اكمل عليه مرحلة التظليل بقلم الفحم. ممكن افضل طريقة او اسهل طريقة لاخذ المقاسات بشكل عام لابد من استخدام خلينا نحكي نظام الخربشة، اللي هو الأسهل والأفضل لأخذ مقاسات أي مجسم بدي أرسمه. نظام الخربشة اللي هو أعمل خطين، ثلاث خطوط، أربع خطوط، خمس خطوط كمان، بحيث أوصل للشكل اللي أنا بدي إياه. ممكن بنظام الخربشة زي ما أنتم شايفين حاليا الجبل أو الفانوس أنا عملته مرتين جنب بعض ثلاث مرات لحتى وصلت للمقاس المطلوب أو المقاس اللي أنا بدي إياه يليق بنفس مقاسات اللوحة. فعشان هيك يفضل استخدام نظام الخربشة للي بده يتعلم الرسم الحر وما بده يتقيد مقاسات معينة. مثلا انه يستخدم نظام الشبكة، نظام الشبكة ممتع جدا وحلو لكن ما راح يوصلك لمرحلة الرسم الحر الا بعد فترة طويلة. فلفترة اقل انا احاول انه اتدرب اتمكن من الرسم الحر عن طريق نظام الخربشة، اللي هو عمل خطوط سريعة، حتى لو كانت خطوط متجعدة شوي أو مائلة بشكل عام، المهم حتى أوصل للشكل اللي أنا بدي إياه. راح تلاحظوا أنه أنا لما رسمت أوراق الشجر ربطتهم من مستوى الفانوس ومستوى الطاولة. انتقلنا الآن لمرحلة التظليل، راح أسرع الفيديو شوي اختصارا للوقت. ممكن أنا لما بدي أبلش مرحلة التظليل يفضل أو الأصح والأفضل أنه أبلش من أبعد نقطة حتى ما أدمج الطبقة اللي بعديها أو المرحلة اللي بعديها، فأنا أتلفت الشغل وأتلفت الورقة وراح أرجع أعيد كمان مرة. فعشان هيك بدي أبلش من أبعد نقطة اللي هي السماء، بعدين بدي أبلش بالجبل، بعدين بالنهر، بعدين بالشجر، بعدين بالطاولة، آخر إشي راح أبلش فيه هو الفانوس وفنجان القهوة أو أوراق الشجر الموجودة على الطاولة. التظليل يلعب دور مهم جدا بأي لوحة بدي أرسمها. درجة التظليل أو درجة الإضاءة مهمة جدا لأنها راح تبرز لي الملمس الشعوري. الملمس الشعوري اللي هو راح يبرز لي إنه الجبل بارز لبره، ممكن عن طريق التظليل أنا راح أبرز هاي الشغلات. كمان درجة أو حدة الإضاءة تعطي للمجسم أبعاد، راح يبين معي إنه السماء بعيدة، ممكن يبين معي الجبل أبعد كمان، بحيث عن طريق التظليل وعن طريق درجة الإضاءة اللي أنا عاملها. راح تلاحظوا بعد ما خلصت مرحلة التظليل بلشت مرحلة الدمج حتى أدمج الفحم مع بعضه ويبين معي كأنه مجسم أو قطعة واحدة. ما ننسى انه نخلي ورقة موجودة تحت ايدينا واحنا نرسم حتى ما ندمج الرصاص
وأنا أرسم المنطقة العلوية من اللوحة وأدمج المنطقة السفلية بإيدي. فعشان هيك أعمل ورقة تكون صغيرة حاطها أرتكي إيدي عليها. من النقاط المهمة بالرسم اللي هي القلم لازم يكون مبري، لازم تكون إيدي خفيفة جدا قدر المستطاع على مسكة القلم أو عن طريق التخطيط حتى ما أتلف الورقة، حتى لو أخطأت أو خربطت أقدر أحذف أو أمسح من دون ما تكون معلمة نفسها على الورقة وأنا أكون أتلفت الورقة. المرحلة اللي بعديها أنا بلشت بالمساحة، بلشت أظهر ملامح الجبل، بلشت أطلع المكان اللمعة الموجود حتى يبين معي شدة الإضاءة الموجودة أو العاكسة من الفانوس أو العاكسة من القمر على النهر أو العاكسة على الجبل. فهون هاي المرحلة ما قبل النهائية خليني أسميها. أبرزت أنا الجبل، أبرزت الشجر، أبرزت الجبال، أبرزت النهر، طلعت معالم اللمعة كاملة في اللوحة. فضايل علي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التخطيط، أو مش التخطيط، خلينا نحكي مرحلة التحديد النهائية لإبراز التفاصيل الموجودة عندي باللوحة. بلشت من أبعد نقطة، من القمر، السماء، بعدين بالجبل، بعدين بالنهر، بعديها بالشجر، بعدين بالفانوس والطاولة اللي هي أقرب نقطة لإلي. بدي أبلش بالتظليل من أبعد نقطة لأقرب نقطة. الفيديو كان سريع جدا اختصارا للوقت. طبعا لازم احط في بالي احسب مقاس اللوحة حتى ما تطلع معي اجزاء مفقودة من اللوحة، هاي لابد منها بالتخطيط. في تفاصيل صغيرة بتكون بالمرحلة النهائية مثل اوراق الشجر، هاي نخليها لآخر مرحلة حتى ما أتلف السماء أو أتلف أشياء ما قبلها. هيك تقريبا نحن خلصنا لوحتنا لليوم، لوحة قمر أيلول. يعطيكم العافية، بتمنى تكون نالت إعجابكم وشكرا لكم.